شي وزير شي حدا ضد هالبلد. اتصال من مجهول كان كفيلا بأحداث كل هذه البلبلة أمام المدرسة الإنجيلية الفرنسية في قريطم التي تفصلها أمتار عن السفارة السعودية. فكرة واحدة سيطرت على ذهن الأهالي، أطفالكم مهددون. بنتي تلفنت لي ودغري جيت مشي لهوني، بس رجعت تلفنت لأم رفيقة بنتي قالت لي طلع تهديد. إجا اتصال عم بيهدد السفارة السعودية إخلاء المباني، الأهالي إجوا عم طالبوا أولادهم. وقت قليل وتجلت الفكرة، البلاغ كاذب والمدرسة أكملت الدوام بشكل طبيعي. الأولاد بخير، التلاميذ بخير، المدرسة شغالة عادي. ورد اتصال حوالي الساعة 11 مجهول، من مجهول نصحنا أنه نخلي المباني اللي قريبة من الشارع وأخلينا هالمباني نحن. وعلى الرغم من وضوح الصورة إلا أن القوى الأمنية والجيش اللبناني أبقوا على وجودهم بكثافة في محيط السفارة، وهم كانوا قد أجروا مسحا دقيقا للمنطقة مستعينين بخبيري متفجرات وبالكلاب البوليسية.